ايفانوفيتش عند اللي من يلعب ويليان داخل منطقة عمليات. ويليان امام زوج لاعبين خرجوه من منطقة عمليات. اوه هيدا ويليان، اوه باس من الكويت. أتلتيكو مدريد يفعلها الإسباني اللاعب السابق فرناندو توريس، صاحب 84 هدف لأتلتيكو مدريد، وكأن به لم يفرح توريس. كيف لا تفرح وأنت تلعب في تشيلسي؟ كيف لا تفرح وهذا الهدف قد يقودك إلى النهائي؟ كيف لا تفرح وأنت تغادر راتبك من فريق تشيلسي؟ فرناندو توريس يفتح مجال التسجيل الثالث أمام فريق السابق أتلتيكو مدريد. أي نعم كنت قائدا لأتلتيكو، كان عمرك 19 سنة، ولكن اليوم أنت محترف وتلعب في تشيلسي وتسجل لتشيلسي على أتلتيكو مدريد أو حتى على أهلك. هدف مقابل صفر لتشيلسي أمام أتلتيكو مدريد عند الدقيقة 37. يرجع للخلف تماما على تياغو، تياغو وتياغو ديجو كوستا خطيرة. با 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 جول. جول فعلها الشياطين وفعلها السحرة. أتلتيكو مدريد يعدل النتيجة عن طريق أدريان لوبيز، هدف الثاني في دوري الأبطال. أين أنت يا مارك شوارزر؟ ابنك سجل عليك هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من عمل الشوط. كرة مباغتة أردا تيران فعلها، وزع كرة مباشرة لتياغو. أولولا خرج في القائمة الثانية من هناك، مرت الكرة من أمام الجميع. أدريان في القائمة الثانية يسجل الهدف التعادل لصالح أتلتيكو مدريد. الآن المتأهل النهائي هو الأتلتيكو، المقصى هو تشيلسي. الكرة فيها من العجب ما فيها، أدريان يفعلها ويعدل النتيجة أمام الحارس مارك شوارزر. يا سيميوني تستحق ليس فقط التأهل ولكن حتى الفوز بدوري الأبطال والفوز بكأس العالم، إن كانت هناك كأس العالم خاصة بالأندية. نعم تستحق. عثر على ضربة جزاء، هل هي قاسية سيد الحكم؟ يا إيتو، إيتو صموئيل أقحمك مورينيو من أجل أن تسجل هدفا ثانيا وليس من أجل أن تمنح فرصة لأتلتيكو لكي يسجل هدفا ثانيا من ضربة جزاء صفرها الحكم. الحارس الأسترالي بكامل خبرته صفرت سبعي فريق تشيلسي. ديجو كوستا، ديجو كوستا يسجل بفرع جول. كل ما لديه من قوة، أخرج كل ما لديه من برودة أعصاب، أخرج كل ما لديه من خبرة وتجربة. ديجو كوستا يسجل الثاني. فعلا الأتلتيكو لا يستحق فقط الوصول إلى النهائي بل الفوز باللقب والفوز بكأس العالم والفوز بدوري الليغا. ديجو كوستا والأتلتيكو ديجو سيميوني متفوقان في لندن بهدفين مقابل هدف واحد أمام تشيلسي. ليس إلا نصف ساعة ستكون نار، نصف ساعة ستكون نار. في نهاية المطاف الأتلتيكو قد يسجل الثالث. تشيلسي المدافع فيليبي لويز يرجع في وسط الميدان، هايلة من تياغو. تياغو لمن هذه الكرة بيمنى خطيرة وصعبة. أوه لا جول خايف، جول 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 جول. أرض ترام، العجب يحدث في ستامفورد بريدج. أتلتيكو مدريد أنت عجيب وغريب ومستحق هذا الفوز. نعم يستحقه أتلتيكو مدريد. بالثلاثية يقصف، بالثلاثية يضرب، بالثلاثية يفوز على تشيلسي في ستامفورد بريدج. فعل أردا تيران، سجل هدفه الرابع في دوري الأبطال. يا لها من كرة في القائمة الثانية لإخوان فران. أنا متأكد بأن هذا يحدث في الحصة التدريبية. نعم هدف ثالث على نفس طريقة الهدف الأول. خرج إخوان فران في القائمة الثانية، استلم كرة من طريق كوكي، مررها في العمق. أردا تيران جاء من بعيد بالراس، ضربت في القائم ورجعت له سجلها بيمناه. هدف ثالث لأتلتيكو مدريد في ستامفورد بريدج على تشيلسي في نصف نهائي دوري الأبطال. أين أنت يا مورينيو من أمام سيميوني؟ أين أنت يا مورينيو من أمام هذا العملاق سيميوني؟ الأرجنتيني يفعلها، لك الحق أن تفرح بهذا الشكل يا سيميوني. ستواجه الريال في المباراة النهائية في دوري الأبطال.